اللوعة في الطبق الرئيسي. حليمة انا معك دايما، معكم دايما. انتي معنا شادة الخط، ما كاينش دايما كاين تحب ما كتفوقني. قلتي لي انا حليمة غتعطينا الطبق ديال اليوم والحيمات دي من الحيمات ديال العيد. ديال العيد وزوين، كاين شي لذيذ وساهل مان. وليك واحد التحيه دابا التصويره، السيدات كيبلغوا لك التحيه بزاف بزاف بزاف. شكرا ليهم، كيتمنوا لك التوفيق ان شاء الله. شكرا، والتوفيق اكيد لكل زملائي اللي معايا. هذا واحد العمل هو متكامل، وواحد العمل هو ديال الفريق. شكرا للحفيظه الجميله، ونبغي نحيي حليمه البوبطي كذلك، حتى هي اللي صراحه حتى هي كتكون معنا وبالضحكه ديالتها وبالوجود ديالها اكيد. وشكرا لكم مستمعاتنا، شكرا على الثقه. كتعبوا رينا، عشت معكم دوك الاجواء ديال الاستوديو رينا، كتعذبوا بزاف. الله يعاونكم حبيبتي. ايوا الحمد لله والشكر لله. لاله حليمه عطيني داك المويكله ويا واخا غنتخيلها. ماشي مشكل، هادي كلها مصابوطه كليا ما تكذبيش عليها. يلا ناخذ المقادير. يلا حبيبي، هذه الضلعه ديال الخروف. ضلعات الخروف المهم للناس على حسب الاشخاص اللي بغاو. نخلي الاختيار للسيدات، راه تبارك الله يعني السيده راه عينها ميزانه. اييه كاين جوج بطلات، جوج بطلات متوسطين من غير الضلع، ولا كبار ولا من غير الضلع. اييه كاين شويه ديال الملح على حسب الذوق. الملح معلقه كبيره تكون ديال الكمون. الكمون اللي مطحون على اليد، ماشي باش كيعطيك نسمات. اييه معلقه صغيره ديال البزار، وشويه ديال الزعفران الحر. لما بزين زيد الزعفران، الزعفران كيعطي واحد المذاق، واحد الذا مزيان، ما كاينش كيديروا الزعفران الاخر، وكيعطي واحد اللوين اخر، كيعطي واحد الشكل اخر. نعم وكيعطي حتى واحد اللون. نعم هي شويه ديال السمن، جد لك 200 غرام ديال السمن، ولا كان السمن مالح على جهان ما يديروش الملحه كاع، الا كان السمن مالح. سمحي لي شحال غناخذوا ديال السمن؟ 200 غرام. 200 غرام اي واخا شويه، راه 200 غرام راه ما ساهلاش. ما يرفعني يدير، المهم انا كندير جوج معالق. جوج معالق جوج معالق صغار، نستغنى على الملحه. جوج معالق صغار اي الا ولا نستغنى على الملحه. واخا جوج معالق صغار. الا كان مالح السمن، حيت كاين بعض السمن زيان ما كيكونش بزاف، ما كيكونش مالح. هي ايوا انا سالت، انا مفهومه زيد. اي هي كنشد ديك البصله. ها البصله انا كنحكها، انا كنحكها. علاش كتحكيها؟ انا كتعجبني كنحكها، كتعطي واحد المذاق زوين. ويمكن كت ديك المريقه يمكن اللي كت هذا كتزيد تعسلها شويه. لا انا نوريك الطريقه من بعد حبيبه، وغادي تسلميها مزيان باش كتدخل ديك الضلعه مزيان. واخا تحكي ها هي تحك البصله. اي كنحكوها البصله مزيان، ومن بعد كنضيفوا لها ديك الملحه، شويه الملحه والكامون. الكامون اي كنخلطوا هادشي كله، كتجي ديك الضلعه كنشرحوها شويه، كنطليوها كلها بداك الخليط، كندهنوا داك الحيمه كلها بداك الخليط ياك، وكنزيدوا داك الزعفران وداك البزار، وكنوضعوا في الطنجره. ملي كنحطوا في الطنجره ونزيدوا البزار والزعفران. البزار اي الزعفران، الا كان الزعفران الحر مزيان. ايه وكنشدوها فنحطوها في داك الطنجره، وكنضيفوا لها داك السمن، كنخليوها فوق العافيه شويه، فوق العافيه نشحروا عي شويه فوق ديك العافيه. صافي مع ديك السمينه، مع ديك السمينه صافي، مع ديك السمينه صافي. وديك البصله راه كطلق الماء وسميتو، المهم تتشحر شي شويه، عيش شويه يتنسجموا دوك العناصر التوابل. اي ومن بعد كنغطيوها بالماء، ملي كنغطوها بالماء كنسدو عليها، كنخليو حتى كطيب، حتى كتحمر، ما كيبقى لك عيد داك الزيت اللي كيبقى. نعم اذا كتحمر. انا كندخلها الفران، ملي كندخلها الفران عاد كتعود عاوتاني شكل اخر. ما كدهنيهاش بشي حاجه؟ ما كندهنها، ما كندير لها والو، هي كنحيدها. الا هي كتقدم هكا كتحمر كتقدمها هكا، كتجي لذيذه، كتجي معلكه. ولا ندخلها الفران كتجي مزيانه، كما قال من الفران كتسد راسها شويه. لا الفران كتقرمل وكتحمر كتوقف. اييه عندي واحد سلاطه للقوق مع الخضر، ولا بغيتي تمر اخرى ان شاء الله. لا ناخذوها، علاش لا؟ شاده القوق والخضر. اييه اييه وعندي وحده عاوتاني مشكله، سابه مشكله بالبطاطا وخيزو والباربه والبيض، هي كتجي زوينه. ناخذ القوق والخضر. يلا حبيبه واخا كناخذو هاد السلطه ديال هذاك القوالي ديال القوق، كنعمرهم بالخضر. كناخذو عاوتاني السيده عينها ميزانه على حسب الاشخاص اللي كاينين. كتاخذي حبات ديال القوق 8 ولا 6 ولا المهم السيده كيف ما بغات. كاين شويه ديال الخيزو جوج حبات ولا ثلاثه، كاين جوج حبات ديال البطاطا، شويه ديال الجلبانه، شويه داك العلبه ديال الطون راه معروفه. كنشدو شويه ديال الزيتون على حسب الرغبه، الزيتون والزيتون الكحل مزيان والخضر بجوج الا كانوا ينوع بهم الانسان. الزيتون الاخضر والاسود.
العسوديه والملحه على حسب الذوق، شويه ديال الابزار جوج معالق ديال الزيت، ديال زيت العود اللي بغاو زيت العود ولا زيت اخرى، المهم اختيار السيدات اللي موجود عندها عندك الزيت جوج معالق كبر جوج معالق يكونوا كبار ديال المعدنوس، جوج معالق كبار معدنوس، جوج بيضات الا كانوا كبار، يدير جوج بيضات كانوا صغار يدير ثلاثه، جوج بيضات مسلوقين مسلوقين اما كبار اما صغار كانوا بلديين حسن واخا ما كرهناش البلدي حنايا، كلشي ما كرهناش يكون بلدي. انت تاخدي بلدي كطيرو كتلقاي كتلقاي الصفر ديالو بيض بحالو بحال الرومي سبحان الله العظيم. ايوا وي كاين واحد جوج معاك ثلاثه ديال مع الكبر ديال المايونيز مايونيز ايوا عصير ديال الحامض غيديروا عصير الحامض ديروا غيديروا الخل يديروا ما الحامض انا كنستعمل الحامض بزاف هادشي اللي كاينه حبيبه ديال في المقادير ايه ولا لا الطريقه كي غنديروا لا لا الطريقه كنسد داك القوق كنغسلو قبل كيتنقى كنغسلو كندير كنسلقوه شويه ديال الماء شويه ديال الملح وكنخليه مسجن كنشدو عليه الخضره البطاطا وها انت وانت عرفتي شنو درتي لي عرفتي راكي هربتي واحد الهربه ما عرفتش كي غنشدك انا دابا هربتي انا على الوقت انا الوقت باقى عندك واحد جوج دقائق باقى جوج دقائق حبيبه يلا انا على الوقت باش نكملها لك وصافي اذا القوق غنشدوه غنغسلوه لاله غنقيوه وغنسلقوه في الماء وشويه الملح الملح هي حتى كيطيب اييه ياك كنحطو في الجانب ما هو قبل بدا بك تنقيه راه كديري ليه الحامض باش كيبقى باش ما كيكحلش ما كيكحلش أرى عندي نصائح إن شاء الله كامل بنوريكم شحال حاجة كياخدوها الناس ما كينتابوش ليها مرحبا لاله حليمه مرحبا راكي دائما غتكوني معنا ايوا حبيبه ديالي بارك الله فيك واحد من شديتك عطيني داك الخيزو وديك البطاطا كنقيوهم ونقطعهم على حسب الناس اللي بغاو يكونوا صغيور انا كنديرهم اطاس اي مربعات صغار ها هما قطعناهم اييه كنديرهم في الماء يكون طيب اييه علاش هكاك باش كتبقى داك الفوائد ديال الخضر كتبقى ما كتضيعش المهم كنديرهم انا كنديرهم زيد الماء اللي غيطيبوا فيه فهمتي وكنحط قبل كيطيب وكنحطهم جانبا كنشدوا ديك الجلبانه وكن اسمحي لي لاله حليمه نرجع معك كنحطوه في الماء طيب وكنديروا فوق البوطه الماء طيب راه كيطيب فوق البوطه راه كيطيب كيغلي مع شويه ديال الملح كنلوحوا ديك الخضيره واخا لاله صافي انا ما كنكثرش الماء انا كنزيد الماء اللي غادي نطيب فيه داك باش داك الشيء ما كيبانش باش داك الماء ما يبقاش ضايع انا داك الماء بعض المرات كنسقي به انايا بعض المرات كاع المهم تنرجع ثاني طريقه اخرى ان شاء الله يا ربي اييه 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 ونحطها جانبا اييه كنمشي ديك الجلبانه كنقيوها وكنغسلوها وتا هي كتسلق في شويه ديال الماء والملح اييه صافي ها الخضره موجوده كنشدو داك المايونيز جوج معالق ولا ثلاثة على حسب الناس اللي كيبغوا المايونيز أيوة. مرة أخرى نعطيك الطريقة ديال المايونيز كيفاش كنصنعوه واخا المايونيز ونزيدو ليه داك الطون وداك الطون كاين داك واحد الطون ممتاز كيبقى ديك الطرفة ديالو باينة أييه كيكون كاين هذاك وكاين واحد آخر كيكون باين الناس عارفينه كيكون كيكون مدقوق كيكون بحال مطحون أما هذا كيكون واقف كيبان في الشلاضة هذاك الأطراف ديالو كيبقاو باينين كيعطيو حتى منظر زوين كنشدو داك الزيتون كنقطعو حتى هو كنقطعوه كهو طراف كنديرو عليه مليحة ونديرو البزار داك العصير ديال الحامض ياك ونزيد داك الزيت ما زيت العود شوف نفس كيف زيت العود رومية وندير داك المعدنوس وداك البيض تاو كنقطعوه البيض اللي سلقناه كنقطعوه تاو صغير كنخلطو كلشي هاد الشيء وكنزيدو عليه البطاطا ونزيدو عليه الخيزو ونزيدو عليه الجلبانة كنخلطو كلشي في مرة واخا كنشدو داك القوق كنحطو وسط منو داك الخليط أييه فداك كنفرشوا هنا ديال التقديم في التفصيل ديال التقديم كنفرشوا اوراق الخس وكنحط على داك دوك القوقات ديالنا معمرين هاد الخليط هذا ديال الخضره والطون اوكي هكاي تقدم حبيبه ديالي بالصحه والراحه بالصحه والراحه يا لاله وهذا غيكون طبق زعما معمر العين هاد الشليضه هذه تحطيها في الاول هذه تاكليها وما تزيديش شي حاجه اخرى كاع اخرى كامله كلها الخضر انا بعدا كنشري لك الخضر مرحبا لاله حليمه وشكرا لك وشكرا لكل المستمعات الوفيات اللي كيتواصلوا معنا